اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اوصل حواري مع العالم الجليل الدكتور اسامه الازهري. عايز اقول لكم بس ان منذ قليل انتهت الانتخابات الثلاثيه لنادي قضاه مصر، واسفرت في النهايه عن فوز قائمه المستشار احمد الزنده، الذي اكد ان القاضي لا يجب ان يكون منحازا الى اي فريق سياسي، واكد على تشكيل هيئات قضائيه او مجالس من القضاه لنظر قضايا الارهاب بعد تكرر اعتذار عدد من القضاة لاستشعار الحرج أو تنحيهم عن نظر الدعاوى الخاصة بالإخوان المسلمين. دكتور، وقفت عند حضرتك الفئة الباغية ومسؤولية من أخرج وعرض للموت. عظيم. شوف، الكلام على هذه القضية يحتاج ثلاث مناطق من الكلام. نعم. ثلاث مستويات. المستوى الأول، القصة في حد ذاتها، قضية سيدنا عمار وسيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله عن الجميع. المستوى الثاني، كيفية تنزيل هذه القصة على الواقع الذي نعيشه الآن. المستوى الثالث، تحذير شديد أتوجه به في ختام الحلقة. المستوى الأول، الحديث الذي تفضلت بالإشارة إليه، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا ننقل لبن المسجد، فكنا ننقل لبنة لبنة، وكان عمار رضي الله تعالى عنه ينقل لبنتين لبنتين، يعني كان بطل في العمل، يعني يجتهد في يكلف نفسه في العمل فوق المألوف عند أقرانه. فكان صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. نعم. ولما أن حدثت أحداث الفتنة واضطرب الأمر وجاءت خلافة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وتمرد الناس وحصل القتال بينه وبين سيدنا معاوية رضي الله عن الجميع، كان سيدنا عمار في جيش وفي صفوف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فجرت المناوشات وكذا، فقتل على يد جنود من فريق سيدنا معاوية. فقال العلماء: نأخذ من هذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول، أن هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يخبر عن الغيوب الكائنة فيما بعد انتقاله ووفاته، وتقع كما أخبر أنه سيقتل، فوقع الأمر كما قال، إلى غير ذلك من الأخبار النبوية التي تشهد بصدق نبوته بالإلهام الصادق والوحي الصادق الذي كان عنده. يعني مثلا قبل الإكمال للحديث، سيدنا أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر الصحابة موتا على الإطلاق، توفي سنة 110 هجري. نعم. ولما توفي سيدنا النبي كان سيدنا أبو الطفيل سنه 10 سنين، فعاش 100 سنة بعد انتقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول لتلامذته من التابعين: لا توجد عين على ظهر الأرض رأت رسول الله في هذا اليوم غيري، كل الجيل قد مات إلا أنا الوحيد الذي بقي لطول عمره. فكان في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذا، فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. احسبوا وعدوا من الليلة، بمرور 100 سنة يكون كل الجيل الحي الموجود على ظهر الأرض ممن ولد في هذه الليلة يكون قد انقضى وانقرض. فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأبو الطفيل ده سنه كام؟ 10 سنين. فعاش أبو الطفيل بعد وفاة سيدنا رسول الله 10 سنين كمان، وعشرين سنة كمان، وثلاثين وأربعين وخمسين وستين وسبعين وثمانين، لحد ما بقى سنه 90 سنة، وتسعين سنة كمان بقى سنه 100 سنة. هو إيه الخبر؟ حتى إذا أكمل 100 سنة من بعد وفاة سيدنا رسول الله مات في السنة رقم 100، وهو عاش، وكان في شهود عليه، ده هو لوحده، وهو عاش. الحديث مروي من قبل. نعم. في الصحابة اللي ماتوا قبل كده ومسجل. نعم. الحديث من رواية ابن عمر. فالناس بيقولوا: الله، طب ما هو بالطفيل عايش اهو، ووصل من عمره دلوقتي 108 سنة 109 سنة 110 مضى. طب أنا فاضل عندي دقيقتين عشان المعنى.
المعنى أول حاجة سيدنا معاوية وصفت الفئة بالفئة الباغية التي عند سيدنا معاوية في هذا الموقف. نعم. وإن كان سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه له تأويل سائغ يسعه، ولقد ورد في صحيح البخاري من حديث أم حرام أن أول جيش يغزو البحر مغفور له وكان على رأس هذا الجيش سيدنا معاوية، فلا يتخذ أحد هذا الحديث للطعن في الصحابة الكرام، بل كلهم يسعهم من رحمة الله تعالى ما هو معلوم. عند تنزيل هذا الحديث على الواقع يتبين لنا أنه حدث النزاع وحصلت الخصومة، وبدأ بعد هذه الخصومة كل طرف يصر على أنه الحق. نعم. فأعلمنا الله تعالى بأدب شديد الأهمية: يا جماعة الخير، سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه على جلالة شأنه وقد كان صحابيا جليلا، إلا أن الأمة أطبقت من بعد على أن الحق كان مع علي بن أبي طالب، بل انعقد الإجماع على هذا. فما ينفعش واحد يظن في نفسه أنه الحق ويخالف ما أطبق الناس عليه من أن الحق مع سواه. هذه القيمة التي أحب أن تصل إلى الناس: ليس الحق بمعرفة نفسك له، مش أنت اللي تقول أنا على الحق، انظر إلى ما أطبق عليه الناس وانزل عند رأي الناس ولا تكابر فيه. هذه قضية. القضية الثانية: ظهر في تلك الفترة من خرج على الفريقين معا ومال إلى التكفير، التكفير المطلق. وأنا أرى وأرصد هذه الأيام انتشار كبير لفكر التكفير في قطاعات مختلفة، وأحذر منه أيما تحذير. يا جماعة الخير، إياكم أن يدفعكم النزاع والخلاف في الشأن السياسي إلى أن تلبسوه راية الدين، ثم لا تزالون حتى تقع بسببه الدماء، ثم لا تزالون حتى يقع بسببه التكفير. أحذر يا جماعة الخير أيما تحذير من إطلاق اللسان بتكفير المسلمين في مصر وفي غيرها. وأختم بالحديث الصحيح المشهور الذي طالما كررته، الحديث في صحيح ابن حبان وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي رجل آتاه الله القرآن حتى إذا كان ردئا للإسلام ورؤيت عليه بهجته مال على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قالوا: يا رسول الله، فأيما أولى بها، الرامي أم المرمي؟ قال: الرامي. الرامي. نعم. بشكر حضرتك جدا دكتور أسامة الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر، مشرف على مكتب رسالة الأزهر. الأسبوع القادم سيكون لنا استكمال لهذا الحوار، وكيف واجه الإسلام الفتن، كيف تجاوزها. الإسلام مر بفتن شديدة، عاصفة كانت يمكن أن تعصف بأي دين مش ثابت في الأرض ولا يحمل رسالة حقيقية، ولكن القرآن والسنة النبوية استطعنا أن نتجاوزه. وبالخلق. نعم. بشكر حضرتك جدا. بشكركم واسيبكم دلوقتي مع الأستاذ هيكل في حواره مع زميلتي العزيزة لميس الحديدي، ولأول مرة بعد غياب قراءة للمشهد للمستقبل. دعونا نستمتع فالأستاذ عندما يتحدث، على الجميع أن يستمع. إلى اللقاء.